فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نجد بعض الإخوة الذين يقومون بالتدريس في المدارس لا يحرصون على تدريس مقرر التوحيد في المدرسة، بل يحرصون على الفقه والتفسير والحديث، فهل من كلمة تحثهم على تدريس هذا المقرر والانتباه له؟ ما تنفع الكلمة، هؤلاء يبلغ المسؤولون عنهم، ما يجعلونهم مدرسين للتوحيد، يؤخرونهم يجيبون مدرسين يحبون التوحيد ويدرسونه على الوجه المطلوب. نعم.